متابعي قناة شوف تيفي، صباح الخير لكم، اهلا وسهلا ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم مبروك اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن. جوله صباحيه ودردشه مع الحباب عبر شوارع الحان البيضاء. الجو غائم في تطوان هذا الصباح نسبيا كما كتشوفوا. اخترنا لكم موضوع طبعا متابعينا اللي البارح في الليل على العموم على المستوى المحلي وقعت واحد ضجة على اختفاء شابة قاصرة كذلك اللي غادرت المنزل ديالهم مع 7 ديال العشية الى حدود منتصف الليل 12 ديال الليل، والفيس مقلوب والبكي والجرى والغوت وكل واحد ينطالب بالبارتاج. على ضوء ذلك اخترنا لكم هذا الموضوع، شنو رايكم في ظاهره اختفاء القاصرين مؤخرا وشكون كيتحمل المسؤوليه في نظركم؟ واش ما كتلاحظوش ان في هذه الاونه الاخيره او في هذه السنوات الاخيره جدا رجعت ظاهره اختفاء الفتيات او القاصرين بصفه عامه، لا المذكر ولا المؤنث؟ طبعا هذه الظاهره متابعينا اللي ارتفعت بشكل كبير وكبير بزاف، ما عرفناش شنو هي السبب وعلاش بالضبط في السنوات الاخيره ارتفعت هذه الظاهره ديال اختفاء القاصرين. امس كما قلت اهتزت مدينه تطوان لانه شابه جميله بنت عائله طبعا، ولكن الغريب هي انه ملي غادرت المنزل مع 7 ديال العشيه الى حدود 12 ديال الليل الاخبار لا اثر، الهاتف مغلوق، الام ديالها مسكينه دايره في مباشر دايره لايف في الفيسبوك كتبكي وكتطالب بالساكنه والمجتمع المدني ووسائل الاعلام والكل يتدخل من اجل العثور على هذا الشابه. السؤال اللي مطروح هو في نظركم علاش هذه الظاهره ديال الاختفاء كثرت بزاف؟ الاسبوع الماضي كان طفل قصير كذلك غادر تطوان في اتجاه طنجه بوحدو، دوز 3 ايام بعد فيديو ديال شوف تيفي الحمد لله انه رجع الاحضان ديال الام ديالو اللي كانت كتعيش الامرين. ولكن على المستوى الوطني الان كاين اختفاء الطفل في مدينه اصيله بضواحي طنجه، حتى لا اقول ممكن الان احنا في هذا المباشر ممكننا نستقبلوا مكالمه او خبر ديال بحث عن طفل او طفله. وامس كان البرنامج الليلي في 11 ديال الليل، انا عامل المباشر الليلي معكم متابعينا والتعليق ديال الساكنه ديال تطوان ومرتين ومضيق والفندق كامله الطالب، انني نهضر في المباشر على هذا الاختفاء ديال الطفله، وبالفعل دينا الطلب لان هذا هو الدور ديالنا. ومن بعد حتى الاخر ساعه علمنا انه تم العثور عليها بعد ما قيل مع شي صاحبتها وداروا حادثه. طبعا هذا الشيء تيأسف متابعينا، ملي تلقى البنت قصيره مثلا وتمشي مع صاحبتها في السياره او على العموم خا تكون شتا قصيره يعني ممكن تكون 18 ولا 19 سنه مازال صغيره، صعيب انها تخرج من 7 ديال العشيه ولا 6 حتى 12 ديال الليل والام ديالها مسكينه كتبكي وعلين تحمق. ودائما تتطرح في الاذهان ديالنا متابعينا هذه القضيه ديال الحادث او الحادثه الماساويه اللي عرفتها مدينه طنجه في ظاهره اختفاء الطفل عدنان اللي تم العثور عليه جثة هامدة ومدفون، وكذلك مقتل الطفلة ناعمة بزاقورة. هنا الله يسمح لنا من الوالدين انه الامهات والاباء دائما يعني لو قعدت خير ماشي اختفاء انسان تيتخلع لانه عارف المجتمع شنو هو. طبعا شفنا ايمان كتقول واش شفتي البنت اللي كتعذبها الام ديالها، واش هادشي واش هذا ماشي سبب؟ طبعا 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 هذيك السيده في مدينه العرائش في حي جنان الباشا اعتقد بلاش مدينه العرائش، طبعا وهذا نداء كذلك من جهه السلطات القضائيه والسيده وكيل الملك المحكمه الابتدائيه ديال مدينه العرائش انه يعطي التعليمات ديالو للضابطه القضائيه والتعجيل بالاعتقال ديال هذيك السيده، لان ماشي هكا تيربيو الناس وليداتهم، ماشي هكا تيعاقبوا الناس وليداتهم او التربيه. طبعا هذا فيديو اللي هز الكيان ديال المغاربه والعالم بالطريقه ديال التعنيف والتعذيب هذيك الطفله. عين عامل نفسي ديال ديك الطفله راه خصها طبيب نفساني في الحقيقه الان للاسف. اذا متابعينا طبعا هذا هو الموضوع اللي تزامنا شكرا الايمان تزامنا مع الموضوع ديال التعنيف ديال الطفله امس. طبعا كتقول واش هذا ماشي هو السبب، يعني ايمان كتقول ان الامهات والاباء تيعنفوا وليداتهم وتيجعل انه يكون هذا سبب ديال الاختفاء ديالهم والهروب من المنازل ديالهم. طبعا هو في هذه الحاله اللي شفنا البارح اكيد وما اكثرهم وما خفيه كان اعظم. اذا نتمنى ما نشوفوش مثل الحالات، ولكن هذه رساله كذلك موجهه للاباء والامهات. لا اكيد خصها تعاقب، اكيد اكيد اكيد
اكيد خصها تعاقب ايمان، لان داك التصرف صراحه اللي شاف داك الفيديو كاين الناس اللي اتصلوا بنا انه بكاو بصراحه بكاو طريقه ديال ديك الطريقه التعذيب النفسي والجسدي ديال ديك الطفله قصيره البريئه صعيب وصعيب بزاف. اذا متابعينا، على ضوء ذلك ظاهره ديال اختفاء ديال الاطفال او القاصرين بصفه عامه ارتفعت في الايام الاخيره او السنوات الاخيره صح التعبير. علاش؟ هذا هو السؤال. واش العنف الاسري، يعني العنف ديال الاباء والامهات على وليداتهم، ام انه كاين مشكل ديال الطلاق؟ كتلقى مثلا الام طلقه مفرقه مع الاب ومشاكل اسريه على اثر ذلك الطفل اللي غادر طوال الاسبوع الماضي ومشى لمدينه طنجه، هذيك الام ديالهم طليقه مطلقه من الاب والفقر والهشاشه، ام اسباب اخرى متسبعين. ولكن هذه الوتيره او هذه الموجه ديال الاختفاء ارتفعت وارتفعت بزاف، ارتفعت وارتفعت بزاف في الايام او في السنوات الاخيره، حتى لا اقول هذه السنه مع هذه الجائحه كذلك. اذا نتمنى الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذه الوباء وترجع الحياه الطبيعيه وتهدأ النفوس. ولكن السؤال اللي مطروح هو هذه الظاهره ديال اختفاء الاطفال، يعني كثرت بزاف، شنو هو السبب؟ شكون في نظركم شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ صباح الخير عائشة، صباح الخير. والله ما نعس بت مريضة على دك الفيديو كتقول عائشة، كنتمنوا من الأمن باش يلقيو عليها القبض. تقول سلوى إيمان كنا بكينا وصعبنا، كتقول طبعا طبعا طبعا، لأن شوف هذيك الطريقة ديال التصوير وهي كتستمتع وكتلذذ في المعاناة والهلع والخوف والرعب ديال ديك الطفلة. هذيك انا بعد هذيك الطفله تنطالب المجتمع المدني مدينه العرائش والجمعيات الحقوقيه انها تدخل في اقرب وقت ممكن، هو اليوم الجمعيات الحقوقيه انها مطالبه انه طبعا العنف ضد الاطفال، العنف ضد الاطفال من الجمعيات المعنيه بحقوق الانسان بصفه عامه، وتحل ديك الطفله على طبيب نفساني، لان هذيك الطفله كونوا على يقين غادي يجيها التبول لا ارادي الان بالهلع والخوف. هذيك الطفله غيوقع على كوابيس في النوم، ما عتنعش ديك البنيه مسكينه وغيبقى يجيها التبول لا ارادي، لان هذيك العامل ديال الخلعه وديك العنف وديك كيفاش كتعرف شنو انك تبغي تحرقها بالنار، يعني راه والطفله صغيره وكترعرع وكتغوت وما بغاش ترحمها. السؤال اللي مطروح باقي خصنا نعرفوا الحيثيات، واش فريمون ان هي الام ديالها الشرعيه ام رباها ام ماذا؟ هذا هو السؤال اللي عادي حنا في شوف تي في اليوم عادي نلتحقوا زميلنا التحق بالحي ونشوفوا اراء ديال الجيران، نعرفوا بعض الوضعيه، واش هذيك امها الام ديالها يعني شرعيه، الام ديالها يعني حقيقيه ام رباها ام ماذا؟ لان باش نعرفوا بعضا شنو الوضعيه. اذا طبعا هو هادشي تيأسف بغض النظر، بغض النظر كانت مرات باها ما خصهاش دير هادشي، كانت امها الشرعيه ديالها مصربها ما خصهاش دير هادشي، لان هادشي راه تيألم. وهادو صور كما قالت السيده عائشه، قالت انا بكيت وما نعش، مئات بل الاف ديال المغاربه بالفعل نساء ورجال اللي شافوا ديك الفيديو تألمنا كاملين. طبعا انا شخصيا هو اللي جعلني انني نعجل بهذه المباشرات الصباح وندردش مع المتسبعين ديالنا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، لان هذه الظاهره ديال التعنيف القاصرين يعني كاين اللي كتكويها بالنار، كاين اللي كتجوعها، خاصه عاود الظاهره ديال تشغيل القاصرات عفوا، يعني هذوك البنات الصغار اللي تيخدموا خادمات البيوت. يعني هنا كنستحضر واحد السيده يعني راشده الان اللي حكت لنا القصه متطوان اللي كتذكروها، خدامه مع ناس ودارت شي صالون وخصات يعني تخرج من هذه القوقعه من هذه المشاكل. حكت لنا قصه مؤلمه انها ملي كانت مازال صغيره قالت بان مولا الدار كانت كتعمل لها الكرسي باش توصل تغسل القشوع الموعن ديال الدار، كتعمل لها الكرسي حيت ما كتوصلش باش تغسل القشوع كدير لها الكرسي. اذا طبعا في السن ديال 8 سنين وما اكثره، وهنا كنتذكروا الزوجه ديال النائب وكيل الملك في مدينه مكناس اعتقد اللي كانت حرقت وعذبت هذه سنوات، عذبت عاود المشغله ديالها وطبعا كانت تم الاعتقال ديالها، لان هذا الشيء راه خطير وخطير بزاف. على العموم متابعينا، هذه الظاهره ديال الاختفاء وربطناها بالنقاش حول الموضوع ديال الاعتداء امس ديال الام على البنت ديالها، ولكن كما قلت حنا
ننتظروا باش نعرفوا الحالة أو الوضعية الحقيقية، واش هذيك بالفعل الأم ديالها، يعني الأم ديالها الشرعية أم أنها مرات باها. إذن هذا هو السؤال، ولكن كلتا الحالتين ما خصيش تمدك العنف. هذه احنا ضد العنف. إيمان كتقول الأسرة هي السبب، إلا كل طفل مرتاح علاش غادي يهرب؟ أكيد 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 أكيد، لأن كاين العنف الجسدي وكاين العنف المادي وكاين العنف اللفظي. كاين ناس للأسف هنا ربما ملي كنشوفوا هاد الفيديوهات بحال هكا وغادي نقولوا العنف خطير، ممكن غادي نقولوا كاين ناس كتعنف ولادها وكتجوعهم. كاين ناس كتجوعهم، يعني ماشي معنى انه ما عندوش الفلوس باش زعما يجوعوا، لا كيعنفوا بديك الجوع، يعني كيتعامل معاه بديك الطريقه ديال ان مثلا الدري اذا تغدى مثلا مع الجوج ما يعطيهش ياكل حتى الصباح كعقوبه. هذا اكبر خطا، وهذا الشيء ماشي في الشيبات ديالنا حنا كمغاربه وكدوله، يعني كمسلمين ما يمكنش متابعينا اننا نسكتوا على هذه الجريمه النكراء. وهذا الفيديو اللي تحط البارح كما قلت اللي حرك كل المغاربه، طبعا خصنا يتم الاعتقال ديالها في القريب العاجل، هو هذا الصباح. طبعا بغينا الاعتقال ديالها هو هذا الصباح، لان هذيك الطريقه وعاد كتباها بالتصوير. يعني شوف فين وصلت الامور، يعني شوف الناس كيفاش بقات كتوظف الكاميرا ديال الهاتف ديالها كتلدد في العنف ديال البنت ديالها باش كتبين زعما انها راه سيده كتربي. ما فهمتش انا زعما واش كتربي يعني ما عرفتش انا دابا حتى الطريقه ديال التفكير ديال هاد السيده، واش هي التربيه كتشوف، واش هي التربيه انك تعنف بنتك. وكما قلت خصها الطبيب النفسي نفساني، لان صعيب. الاخت عائشه قالت انا بالفعل ما نعش، اكيد كما قلت الالاف ديال المغاربه اللي شافوا ذاك الفيديو ما نعسوش، الالاف ديال المغاربه اللي شافوا ذاك الفيديو ما نعسوش، لان داك الشيء تيألم وفريمون تيألم. يعني الناس اللي عندها اولادها راه كتحس بهذه القضيه، واللي ما مجوجينش وما عندوش اولادهم عندهم خواتاتهم، يعني بغض النظر يعني تيقول لك لا اللي تيحس الاب والام هذه ما لا شك فيه، ولكن المواطن العادي اللي مازال اعزب او السيده اللي مازال عازبه كتحس، لان هذا الشيء كيدخل على القلب صراحه. ومن هذا المنبر تنطالبوا كما قلت المجتمع المدني على المستوى الوطني والحقوقي على المستوى الوطني، ماشي بالضروري في المدينه اللي وقع فيها المشكل في مدينه العرائش. بغينا يتم الاعتقال ديالها، نتمنى انا ما كرهتش يكون تم الاعتقال ديالها البارح، فليت كنت دخلت مصالح الشرطه القضائيه بالامن الاقليمي مدينه العرائش بتعليمات من النيابه العامه، ويتم وضعها تحت الحراسه النظريه وتقديمها امام السيد وكيل الملك. واكيد اكيد خصها الادانه، ما كاينش الشفقه، ما كاينش ديك الكبده ولا حقه، لا هذه خصها الحبس. ولو تاخذ 10 ديال الحبس، ولو 10 ديال الحبس عادي يكون فيه البركه كما تقولوا، لان هذا الشيء خطير وخطير بزاف. وهذا الشيء راه كيسئ المغرب في الحقيقه، ماشي المدينه ولا الشخص، كيسئ المغرب كدوله اسلاميه ودوله ديال الحريه ودوله حقوق الانسان والدوله ديال اذا على اي حقوق الطفل نتحدث. ملي كنشوفوا الام للاسف كتمارس هذا العنف الخطير على بنتها البارح في مدينه العرائش. طبعا الفيديو اللي حرك كل المغاربه داخل الوطن او خارج الوطن، واكيد كل تيطالب بالاعتقال ديالها. انا كما قلت كيهمني نعرف ان واش بالفعل هي البنت ديالها، يعني هي الام ديالها الشرعيه ماشي مرات باها. هنا الكارثه. ونتمنوا بالفعل انه يتم الاعتقال ديالها اليوم في هذا التوقيت اللي حنا فداري معكم المباشر المتابعين، لان هذا الشيء تيأسف. لا طبعا 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 سي مراد كيقول خويا شوف راه هذا ماشي على الكلاخ، هذا شي حاجه اللي كثر من الكلاخ، لان باش تعنف طفله وتحرقها بهذه الطريقه، انا كما قلت هذه راه خصها طبيب مختص، لانها جهه تبول لا ارادي. النعاس هذيك الطفله ما عتبقاش تنعس، عتبقى تحلم وكوابيس والرؤيه، يعني مشكل كبير وكبير بزاف وخطير. يعني الطفله في ديك السن لا حول ولا قوه الا بالله، صعيب بزاف. ولكن على العموم تنطالبوا النيابه العامه مدينه العرائش
لان اكيد تعطي التعليمات ديالها بما لا شك فيه الضابطه القضائيه ديال الامن الاقليمي ديال المدينه العرائش من اجل التعجيل. اكيد السلطات الامنيه والمحليه تتحرك، هذه ما فيهاش النقاش، لان هذا الشيء ما خصش يتم السكوت عنه بتاتا، لان دي جريمه نكراء، جريمه بكل المقاييس. اذا نتمنوا انه يتم التعجيل بالاعتقال ديال هذه السيده. على ذلك نبقاو في السياق ظاهرة ديال الاختفاء، هادو بين الأسباب اللي كتجعل أن القاصرين يغادروا ويخرجوا للشارع ويتعرضوا للاغتصاب ويتعرضوا للجرائم ديال القتل أحيانا، لأن ما عربطوش الحالة ديال طنجة الطفل عدنان بهذه الحالة هذه، ولكن الطفل عدنان الله يرحمه خرج يتسخر، خرج معاه وحش أدمي دا اغتصبوا وقتلوا وخرجوا دفنوا على برا. الطفله البريئه الله يرحمها كذلك نعيمه ديال زاكوره، ولكن هاد الحالات بحال هكا ديال الاعتداءات الخطيره العنيفه كتعجل وكتجعل ان الناس الاطفال يخرجوا يهربوا من المنازل ديالهم. محمد حميد بالعربي يبلغ سلامي الاعتطوان من الجزائر، مرحبا سي محمد العربي. اذا طبعا نتمنوا اننا نسمعوا في هذا التوقيت من هنا لعشرة الصباح ان شاء الله انه تم الاعتقال ديال هذه السيده وتم توضعها تحت الحراسه النظريه، لان هذا الشيء خطير وخطير بزاف. مباشره من حي جامع مزوق، احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحوم البيضاء. طبعا هذا الشيء تاسف، هذا الشيء تالم، ما بغيناش نشوفوا مثل هذه الحالات متتبعينا، ولكن شاءت الاقدار كما قلت ان هاد الناس هاد الامهات البعض ماشي الكل طبعا باش نكونوا واضحين، كاين اللي تيعاقب ولده ولا بنته تيضربوا هكذا دار شي بيتيز ولا شي بساله وتيدخل لبيته تيمرض يقول اوف شنو عملت انا علاش ضربت الله ينعس الشيء، وكيمشي يحزر فيها يعني الساعه ديال شي ضربه زعما هكا شي طريشه صغيره ولا شي ضربه نصوص يعني شي ضربه صغيره تيكون تقلق ساعات الشيطان وكذا، ومن بعد تيقول تيمرض. السؤال المطروح هو كتلقى هاد الناس للاسف، وهذا ماشي العنف، هذه جريمه بكل المعايير. نديرها اكيد كما قلت السيد وكيل مالك المحكمه الابتدائيه بمدينه العرائش اكيد يعطي التعليمات ديالو، نتمناو انه يتم ايقافها في هذا الصباح من اجل اخبار الراي العام كذلك. وحنا في شوف تيفي كما قلت زميلنا المراسل مدينه العرائش ينتقل هذا الصباح كذلك نعين المكان ويدير ميكرو تروطوار ومباشر من الحي ونشوفوا الاراء ديال الجيران باش نوضعكم في الصوره متتبعين، لان هذا الشيء اكيد تاسف وتيألم كما قلت، لان هادشي تيأسف وتيألم. مباشرة من تطوان متتبعي غنشوف تيفي شنو رأيكم في ظاهرة اختفاء القاصرين، جبدنا هذا الموضوع ديال اختفاء القاصرين بالموضوع ديال اختفاء واحد الشابة أمس مدينة تطوان للأم ديالها مسكينة كانت علين تحماق خارجة في الليل كتفتش ما خلات حتى شي بلاصة وهي كتفتش ما لقاتش هاد البنت هادي، وكنت أنا في المباشر في البرنامج الليلي أمس وهدرت عليها، ولكن الحمد لله تم منتصف الليل في الاخر تم العثور عليها. اكدتنا بعض المصادر انه دارت حادثه سير مع شي صاحبتها، شي حادثه ما عرفناش الوضعيه ديال الحادثه كيفاش عامله، واش بالفعل حادثه او لا هي قالت حادثه او واش كانت مع صاحبتها او كانت مع شي شخص اخر. العلم لله ما غادي نسبقوش الاحداث، ولكن السؤال اللي مطروح هو هذه الظاهره ديال اختفاء القاصرين رجعت في الاونه الاخيره بزاف. عبد المنعم كيقول والله يا اخي شفت الفيديو بقى فيا الحال بزاف، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا سي عبد الحميد، لان هادشي تيأسف ان الام كتلدد في العنف والتعنيف الخطير في الطفله ديالها، هادشي راه خطير. طبعا الامهات والاباء كما قلت انه ولدك ولا بنتك دار شي بيتي شي حاجه شي ضريبه صغيره اللي كما العالم كامل، ولكن ماشي بديك الطريقه. والتصوير طبعا هو ربي فضحها بصراحه، لان هذاك التصوير اللي دارته عشان اذكروا شيئا فهو خير لكم، يعني هذاك التصوير هو اللي حرك الاحاسيس ديال العالم، هذا هو المشكل. اذا طبعا هذيك حاله ديال التلبس العنف
خطير. نتمنوا بالفعل ان السلطات كما قلت القضائيه انها تدخل في التعليمات ديالها لمصالح الامن الاقليمي مدينه العرائش من الايقاف اعتقال هاد السيده وتقديمها امام السيد وكيل الملك، لان خصها تمشي للحبس. باش نكون واضحين، هذه ماشي تربيه، تحنا كمواطنين حقنا نطلبوا بالعقوبه ديالها، لان ألمتنا كاملين بصراحه. هذاك فيديو انتشر داخل الوطن وخارج الوطن، يعني راه مشكل كبير. واش هكا غادي نتصنفوا حنايا بسبب اللامبالاه ديال التهور ديال هاد السيده وتكلاسي المغرب؟ هذه ولكن كلاسي المغرب حقوق الانسان، وما هاد الحالات بحال هكا، راه الناس مختصين على المستوى الدولي تيراقبوا هاد الشيء. اذا خصها تتحمل مسؤوليتها فاطمه شكرا لك، الله يبارك فيك. اذا متابعينا، شنو رايكم في هذا الاختفاء ديال القاصرات قاصرين بصفه عامه؟ لقينا هاد السنوات الاخيره يعني تقريبا شفت تي في مجموعه ديال المواقع يعني بشكل يومي حاله اختفاء، بنت ولد، جوج البنات، ثلاثه البنات، جوج البنات، جوج، يعني هاد الظاهره. وهنا كنستحضر الاختفاء اللي وقع جوج ديال القاصرات في منطقه الجبهه باقليم شفشاون في مدينه مرتيل في تطوان امس. انتم كتشوفوا واحد الاختفاء للام ديال هاد البنت هذه اللي بغات تحمق في الليل وهي كتشوف في الزناقي وكتغوز وكترعرع بسميتها. يعني الله يحسن العون، صعيب وصعيب بزاف، ولكن هذا هو السؤال، شكون اللي تيتحمل هاد المسؤوليه في نظركم؟ وعلاش هاد الظاهره جات بزاف وبزاف؟ هذا هو السؤال. اذا نتمنوا ما نشوفوش مثل هاد الشيء، نتمنوا الناس كذلك. حنان كتقول سبب غياب دور الشباب وغياب لغه التواصل في المنزل بين الاب والام اطفال وغياب دور القران. وطبعا طبعا طبعا هو هاد القضيه ديال التواصل كيلعب دور كبير استاذ حنان. الغياب ديال دور القران في هاد الالفيه، باش نكونوا واضحين دابا، باش نكونوا واضحين، شكون هذا اللي غادي يدي ولدو دابا لدار القران؟ كاين ولكن ناس قلال. اذا عطينا 1000 طفل وطفله غنلقاو واحد من هاد الاصل 1000، اذا كثرنا باش نعطيو النسبه المئويه غادي نلقى واحد 40 طفل من اصل 1000 اللي ممكن الوالدين ديالهم لعده اعتبارات، للشغل، الخدمه، يعني كاين بزاف ديال الاسباب اللي كتجعل كما قلت هاد. ولكن للاسف الطريقه متسبعينا ديال التعنيف هي طريقه خطيره بزاف. ما بغيناش نشوفوا مثل الحالات على المستوى الوطني، لان هادشي تيأسف وتيألم. طبعا كما قالت الاخت عائشه ومجموعه ديال الاخوان والمتابعين الاوفياء انهم اللي شافوا هذا الفيديو ما داهمش النعاس، قلبهم حرقهم، اكيد عاد تقلقوا عاد تألموا اكيد، وتصوروا انتم شفتوا مجرد الفيديو تألمتوا من حقكم، لان انسان بشر احاسيس، ما بالك هذيك الطفله كما قلت تبول لا ارادي، الهلع، الخوف، يعني حتى في العامل ديالها النفسي. دابا التلميذه هذيك راه تلميذه غتمشي للمدرسه، شنو ما موقعها من الشخصيه ديالها، كيفاش غيشوفوها التلاميذ الاساتذه، هي كيفاش غتبقى تشوف الوليدات حالها في السن ديالها كيشوفوا فيها بواحد الطريقه. يعني هنا هذا الشيء راه صعيب وصعيب بزاف، هذا الشيء راه صعيب وصعيب بزاف. طبعا هذا الشيء راه تيألم. اذا العامل النفسي كما قلت متسبعينا ديال هاد الطفله البريئه صعيب، كيفاش غتمشي للمدرسه وكيفاش غيشوفوها صحاباتها والاساتذه ديالها والصديقات ديالها والاصدقاء ديالها اللي معاها في القسم؟ يعني صعيب 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 بزاف. وهذا مشكل خلق اسري، ما عرفناش طبعا الاب واش كاين واش ما كاينش الاب، واش على العموم هنا مجموعه ديال الامور اللي عادي البحث ديال مصالح الشرطه عادي تعمق فيها اكيد، البحث من اجل الوقوف على الحقيقه ديال هاد الجريمه. الحقيقه هي جريمه نكراء، يعني باش نكون واضحين، في اوروبا تخلي ولدك بوحدو في الدار او بنتك قصيره، الجيران يعيطوا للبوليس كيديوها للملجا او الخيريه او الجناح ديال الاطفال. وعلى اثر ذلك كنذكركم بالحدث المأساوي اللي عرفته مدينه تطوان الاسبوع الماضي، كذلك هو مصرع طفله في السن الثالث با
بعد ما شعلت العافيه في الدار وكانت طفله والاخ ديالها اللي توا قاصر 7 سنين والطفله اللي مات الله معها عندها 3 سنين والام خلاتهم في الدار شدت عليهم الباب ومشات تسخر. الاب ما كايناش لانه في اسبانيا تيخدم من اجل الطرد والخروج على وليداته. الام كاينه هنا هي وجود وليداتها بقدرتي قادر ب ب ب ب للاسف للاسف خرجت تسخر وشدت على وليداتها. وهذه العمليه تيعملوها بزاف ديال الاباء والامهات كيديروا هذه العمليه واللي هي خطيره وخطيره بزاف ان الاغلبيه بصراحه الاغلبيه ديال الامهات والاباء كذلك تيخليو وليداتهم الصغار في الدار وتيشدوا عليهم ويخرجوا يتقداو ولا يتسخروا ولا يمشيو شي بلاصه وكذا. وهنا الكارثه لان هذا الشيء خطير وخطير بزاف. النتيجه كانت هاد الاول الاسبوع الماضي نهايه الاسبوع في مدينه تطوان حريق بحي ربع ساعه ادى الى مصرع طفله عندها 3 سنين. والحمد لله ان الشباب ديال الحي تمكنوا من انقاذ هذاك الولد الصغير ذاك الطفل اللي عنده 7 سنين. الام اكيد بعد ما تسخرت وجات ما حتىش نقول لكم الحاله راه نو كومنت بدون تعليق انتم عارفين، ولكن المسؤوليه كتبقى دائما على الام لان خلات اطفال الصغار ومشات. وقع ما وقع صعيب، ولكن راه حتى المسؤوليه كاينه، كاين تقصير في المسؤوليه. والسابقه نشوف تيفي نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء. نتمنوا ما نشوفوش مثل الحالات الظاهره ديال التعنيف امس هذيك الطفله القصيره بمدينه العرائش. حرك القلوب ديال المغاربه من شاف الوطن خارج الوطن كذلك، لان هذا الشيء تاسف وتالم ما بغيناش نشوفوا مثل هذه الحالات. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. نتمنوا ما نشوفوش مثل هذا الشيء، ولكن حذاري ثم حذاري من هاد التصرفات الغير المسؤوله ديال بعض الامهات. السلام عليكم. هاد الشيء بزاف ديال الاختفاء ديال القصيرين كثر بزاف في المغرب. اكيد الام دمرت حتى وليدات مروعين وصغار طفله غاد رب ماشي ساهل. اكيد طبعا هاد الشيء تيأسف. اذا المتسابقين نتمنوا ما نشوفوش مثل الحالات كما قلت. نتمنوا كذلك ان القضاء ينصف هذيك الطفله. هي هو مشكل دابا، دابا تعتقل الام هذيك الطفله البريئه فين غتبقى؟ ما اعتقلتيهاش راه مشكل، اعتقلتيها مشكل، خصها تعاقب غتمشي للحبس وتخلي الطفله ها المشكل. اذا شنو رايكم في هذه القضيه؟ مشكل عندنا في المغرب العثماني سته المغاربه ما بقاش عندهم العقل بسبب قراراتها تقول حنان. في رايكم شنو؟ شكون اللي مع الاعتقال ديال قبل ما نقطعوا هذا المباشر في اقل من دقيقه؟ شكون اللي مع الاعتقال ديال هذه السيده تمشي للحبس؟ وكاين اللي يقول لك اذا مشات للحبس تبقى الطفله بدون ام. اذا في رايكم واش تمشي للحبس ولو مده قليله يعني شهر، ام نعتبروا المسامح كريم؟ لان هنا شنو رايكم؟ بغينا تعليقاتكم متابعينا. شكرا سي عبد الحميد، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك اخي. طبعا هذا موضوع كما قلت اسفنا والمنا بزاف، ولكن هنا بغينا تعليقاتكم. هاد السيده عنفت بنتها، داكشي خطير، كلشي تيقول خصها تعاقب اكيد. واش تمشي للحبس وتخلي هذيك البنيته بوحدها؟ وطبعا مشي عند شي عائلتها، ولكن ضروري الام انها تعاقب باش تاخذ الجزاء ديالها، ام ان اذا مشات للحبس غادي يخلقوا مشكل اخر؟ ولكن حنا ما كنشجعوش هادشي، يعني خصها تعاقب. ولكن بغينا ارائكم وتعليقاتكم متسامحين. على العموم في انتظار ذلك شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. غادي نحاولوا نقطعوا هذا المباشر ديال الجوله الصباحيه. اما اللي يلقاكم بخير فضيحه اخرى تهز المغرب لحالنا. فضيحة أخرى عادل يقول شمن فضيحة سي عادل؟ قلنا على العنوان ديال الفيديو حتى ما كيبانش الفيديو، انت درتي اللينك تما ما كيبانش الاسم ديال العنوان. فضيحة أخرى تهز المغرب. إذا متسبعينا شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. نتمنوا
ما نشوفوش مثل هاد الحالات مستقبلا ديال تعنيف الاطفال والعنف كامل ماشي على الاطفال. عبد الحميد يقول اذا متابعينا شكرا لكم، امل نلقاكم بخير في مباشر اخر. هذوك اللي كيخلي ولادهم ضال شويه ديال الوالدين. ورده صباح الخير من طنجة، تحيه لكل متابعينا من طنجة وسط الشمال، شكرا لكم على التفاعل، امل نلقاكم بخير في مباشر اخر. الى اللقاء، كان معكم معتكف كالعاده. قبل ما نقطعوا حنا كتقول لا يجب تدخل المجتمع المدني الطفلات الميدان عطيوها ورضا. اوكي، ولكن السؤال نطرح حنان، واش بالفعل يخص ضروري تم اعتقال الام اذا تعتقلت الام عن عتق الطفله؟ واش الاعتقال غيكون ايجابي عند الرضع ام لا، ام انه غادي يخلقوا مشكل؟ ولكن في خلاصه القول غنقولوا خصها تعتقل باش يوقف هذا الشيء والطفله تمشي عند جدتها ولا عمتها ولا حبيبها ولا علعو. القانون كيبقى القانون فوق الجميع. متابعينا شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتكف كالعاده، امل نلقاكم بخير في مباشر اخر. خلوني نمشي نفطر، الى اللقاء.